أما في السوق الكويتي فقد أغلق مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت منخفضا بنسبة طفيفة بلغت 0.11% عند مستوى 7725 نقطة. بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 27 مليون دينار كويتي. جاء سهم شركة التجارية العقارية في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 1.94% ليغلق عند 0.10 دنانير. تلاه سهم أرزان المالية للتمويل والاستثمار بنسبة 1.91% ليغلق عند 0.16 دينار. تلاه سهم بورصة الكويت للأوراق المالية بنسبة بلغت 1.18% ليغلق عند دينار فاصل 97. بينما تصدر سهم شركة أولاد علي الغانم للسيارات قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة بلغت 1.84% ليغلق عند دينار فاصل 17.